وبعد إعلان فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة إعادة افتتاح الشواطئ العامة في الإمارة، عادت الحياة لهذه الوجهات الطبيعية وسط إجراءات احترازية ووقائية. وليد الأصبحي زار شواطئ الإمارة وعد لنا بالتالي. شواطئ إمارة الشارقة تعود لتتنفس بقدوم من غابوا عنها منذ مارس الماضي، عندما تم إغلاقها في ظل إجراءات احترازية ووقائية تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا. هذا الإغلاق كان سبباً بأن تشتاق أمواج البحر لكل من يعشق الغوص في أعماقها، لكنهم اليوم يعودون ولكن بحذر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل البحر وعلى ضفافه هنا على شاطئه. وهنا يبرز دور الجهات الرقابية العاملة في الإمارة كبلدية مدينة الشارقة التي وفرت 58 منقذاً بحرياً موزعين على شواطئ المدينة الثلاثة بجانب مفتشي البلدية. بعد إعلان إعادة فتح شواطئ مدينة الشارقة، قامت بلدية مدينة الشارقة بوضع عدة معايير لسلامة الجمهور والمحافظة على سلامتهم في المواقع اللي تم فتحها، اللي هي ثلاث شواطئ في مدينة الشارقة. تم وضع أماكن خاصة للمجموعات ومع الاحتفاظ بالتباعد الجسدي بين كل مجموعة ومجموعة مع الأفراد. طبعاً الأفراد في القانون مترين بينهم وبين بعض، لكن المجموعات حددنا 4 متر بين كل مجموعة ومجموعة، وذلك الحفاظ على سلامتهم. هكذا تبدو أجواء الشاطئ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، نحن نتواجد هنا في شاطئ الخان بالشارقة بعد عودة افتتاحه أمام مرتاديه، فهنا نشاهد الجمهور وهم يلتزمون بالتباعد الجسدي داخل البحر وخارجه. ومع عودة الشواطئ عادت الكثير من الأنشطة والفعاليات المرتبطة بها كالرياضات البحرية والشاطئية. الحمد لله رب العالمين، يعني بفضل جهود الدولة وجهود الإمارة تم احتواء الكورونا والسيطرة عليها، والإجراءات ما شاء الله ممتاز والأجواء جميلة وإجراءات السلام مبذولة، المفتشين موجودين والحمد لله رب العالمين، والناس مبسوطة الحمد لله. لما سمعنا القرار، أنا سمعت القرار بيوم 3/8 طار عقلنا كلنا، احنا عندنا جروب كبير كثير ما بتتخيل قديش انبسطنا. طبعا هي كلها قرارات الحكومة الرشيدة، أكيد في شيء داعي لأنه هم يسكروه، خايفين علينا وخايفين على كل المجتمع هون والمجتمع الشارقة عامة، مجتمع عربي متكاتف مع بعضه. ومع منظر الغروب الجميل هذا نكون قد وصلنا إلى الختام من هنا من على شاطئ الخان، ولكن نود أن نذكر جميع مرتادي البحر بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع. لأخبار الدار، وليد الأصبحي، الشارقة.